اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وبالف خير في تمام الصحه والعافيه انتم كتشاهدوه. دائما ضمن حلويات العيد غادي نحضروا بلاطو ديال الحلويات بدون فرن، بدون طهي، سهله في التحضير وكتجي راقيه في المنظر ديالها وحتى في المذاق، لذيذه بزاف وباشكال اللي هي متنوعه. بلاطو فاغيي، ساهل في التحضير المنظر ديالو راقي جدا. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج هنا 300 غرام ديال القوقاو اللي محمر ومهرمش، عندي كذلك 260 غرام ديال البسكوي مطحون، غادي نحتاج علبه ديال نيسلي كراميل، شوكولا بيضاء وشوكولا سوداء، وعندي لي فروي كونفي، وعندي كذلك بلاطويات ديال السيليكون. انا استعملت بسكوي توستادا، خدالي تقريبا بكيه ونص. هنا غادي نخلط هاد النواشف الكاوكاو مع البسكوي اللي طحنتهم، وغادي نضيف عليهم نستلي كراميل، وغادي نضيف عليهم معلقه ديال الزبده ديال لابريري، نسيت ما ضفتهاش في المقادير في الاول، وغادي نبدا نجمع هاد النواشف كامله حتى يتعلق لي الخليط ونقدر نشكلو كيما بغيت. غادي نزيد هنايا نضيف العلبة ديال الكراميل. هنا خدالي العلبة كاملة، يعني بقيت نضيف حتى كملتها كاملة، عاد جمعت لي هاد العجينة هادي. صافي، هنا هي تجمعات، كتجي معلكة وسهلة أنني نشكلها. كما كتشوفوا العلبة كاملة خويتها. هنا غادي نجيب الشكل الأول اللي غادي نخدم به، غادي نجيب هذيك الفواكه المعسلة وغادي نوضحها هي الأولى، نصفها كاملة باش تجينا على الوجه. درت الشوكولا البيضاء الذوب، وغادي نوضع شويه ديال الشوكولا من الفوق، هذيك الحلوه المعسله ما نعمروهاش بزاف، يلا نغطيو الوجه ديالها لان غادي عاد نزيدو نعمروها بالعقده. صافي، غادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا ضروري نخبطوا السيليكون مع الرخامة باش يتقدنا الوجه. هذا الشكل الثاني، غادي نجيب شوية ديال الشوكولا البيضاء نوضحها في واحد البوش، وغادي ندير خطوط على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلها للثلاجة حتى تشد راسها. هذه من بعد ما خرجتها من الثلاجة شدت راسها، غادي نجيب كويراس من ديك العقدة اللي درت ديال الكاوكاو والبسكوي، وغادي نوضحها فوق الشوكولا، وغادي نضغط عليها مزيان باش تلصق. كما كتشوفوا الطريقة راه ساهلة ومبسطة. غادي نضغط عليها مزيان. صافي، وغادي نزيد نخوي ليها الشوكولا من الفوق. هنا واخا تسيح لكم الشوكولا على برا ولا معليش، انا ما غتحيدوها، غادي كلشي يتقاد. صافي، غادي نكمل وغادي نولي نرجعها للثلاجه حتى تبرد مزيان تشد في راسها، عاد نحيدوها بليمول ديال السيليكون. هذا الشكل الثاني، بعد ما خرجناه من الثلاجه غادي نوضع كميه من الشوكولا السوداء اللي ذوبتها، غادي نعمر لها حتى هي الوجه. من بعد ما غادي نعمرهم كاملين غادي نولي ندخلهم الثلاجة حتى يبردو ويشدو في راسهم، عاد غادي نخرجهم ونكمل مراحل التحضير.
هذا الشكل. ثالث، هنا غادي ناخذ كميه من الشوكولا السوداء المذوبه، غادي نضيف عليها شويه ديال القوقاو كونكاسي، وغادي نخلط مزيان باش غادي يجينا داك الشكل بحال تويكس. غادي نخلط مزيان وغادي نبدي نعمر هاد القوالب هادو. غادي نعمر في الاول، غادي ندير غير شويه، غادي نوضع غير نص، نعمر غير نص نتاع القالب. غادي نضيف واحد نص معلقه ديال الكراميل نيستي كراميل، عاد غادي نكملها الوجه ديالها باش ملي غادي نجيو نحلوها ناكلوها غادي نلقاو الكراميل في الوسط. غادي نكمل كاع المول اللي عندي بنفس الطريقه كما كتشوفوا، راها واضحه في الفيديو. هاد الشكل كيجي زوين، كيجي رائع وراقي في المنظر ديالو، حتى في المذاق كيجي لذيذ مع دوك الحبيبات ديال قوقو مهرمش ونستلي كراميل اللي كيكون في الوسط. صافي غادي ندخلو الثلاجة حتى يشد في راسو. هنا خرجت هاد الشكل هذا بعد ما برد، غادي نضيف له العقده ديال الكاوكاو والبسكوي، غادي نضغط عليها مزيان باش تلصق لي مع الشوكولا السوداء. ملي غادي نكملهم كاملين غادي نولي نرجعها للثلاجه. هنا غادي نجيب كميه نتاع الكوك، غادي نضيف لها الحليب المركز المحلى وغادي نجمعها مزيان حتى تجمع لي كامله. هنا غادي نزيد نضيف لها الحليب المركز، هنا الكوك ناشف ناشف بزاف صراحه. هاد الكوك اللي كيتباع اليوم في الاسواق كامل كيخرج هكا ناشف. غادي نقسم هاد الكميه على زوج، الكميه الاولى غادي نضيف لها نكهه الفرومبواز، تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو. غادي نعجنها مزيان حتى يندمج لي اللون مع الكوك. في الاول ضيفوا غير نص المعلقه حتى تدمجوها، عاد تشوفوا واش تزيدوا ولا ما تزيدوش. غادي نبدا نشكل منها كويرات، هذا هو السيليكون اللي غادي نستعمله. غادي ندير كويرات نتاع العقده ندخلهم في وسط الكره ديال الكوك. غادي نشكل كاع الكويرات اللي عندي. هنا درت ذوبت الشوكولا البيضاء والكحله حتى هي حطيتها في الليمول باش تجمد، وعندي النصف الثاني ديال الكوك غادي نضيف له نكهه ديال الخوخ حتى هو غادي ندمجو مزيان. في هذه الاثناء انا دخلت سيليكون الثلاجه باش يبرد لي. نفس الطريقه غادي نديرها مع الشكل الثاني. صافي غادي نضيف هذه العقده في الليمول ديالي. نفس الطريقه اللي درت الحلوه الاولى. غادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي.
هادو هاد الشكل هذا راني خرجته من الثلاجه، غادي ندير واحد التزيين خفيف. غادي جبت حبيبات ديال الشوكولا البيضاء، ضفت لهم شويه ديال الملمع برونزي، غادي نزينها بهم. غادي نجيب شويه ديال الناباج نوضعو في الوسط باش تلصق لي حبيبات الشوكولا، وغادي نحط حبيبات الشوكولاته في الوسط. وغادي نزيلو الوجه ديالو بواحد اللمعة خفيفة من هاد الملمع البرونز. صافي، غادي نكمل بنفس الطريقة كاع الشكلات اللي عندي هنايا ديال هاد الحلوى. بقاو لي هاد الكويراس ديال لاغوم ديال الخوخ، حتى هما غادي نكملهم بنفس الطريقه. وهادو هما الشكيلات اللي صاوبت اليوم بعد ما خرجتهم من الثلاجه وديموليتهم، هانتوما كتشوفوا هنا بعد ما زينتهم هنا في هاد البلاطو. كيجي هكا بلاطو منوع مشكل وزوين في المنظر. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، واللي اول مره تدخل تشوف القناه تقولها مرحبا بها، تدخل تشترك وتضغط على زر الجرس باش يوصلها كل جديد. والى اللقاء مع فيديو اخر.